هذه رسالة من المستمع آدم الزبير العييد، سوداني مقيم بالرياض، بعث فيها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: رزقت من زوجتي بخمسة أطفال، ثلاث بنات وولدين، وكانت حياتنا أسعد ما تكون، لكن قدر الله أن تصاب بحالة نفسية، ولمصيبتها فقد قتلتهم جميعا عدبنة واحدة، وذلك بآلة حادة. يقول: أولا أرجو من فضيلة الشيخ الدعاء لها بالشفاء، ثم إنني قد فارقتها بالطلاق بعد أن بذلت كل ما في يدي لعلاجها، فهل طلاقي لها علي فيه إثم لما أصابها من قدر الله، مع العلم بأن حالتها خطيرة علي حسب قرار الطبيب المختص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما أصيبت به هذه المرأة من اختلال عقلها وزوال إدراكها فإن هذا مصيبة كبيرة، وما عقب ذلك من قتلها لأولادها فهي مصيبة أكبر. فجبر الله عزاءكم وأعظم الله أجركم وأخلف عليكم خيرا مما فقدتم. وأما طلاقها إذا كانت لا تصلح للاستمرار معها، وقد ذكر الأطباء أن هذه الحالة مستمرة معها وأنها يحصل منها مثل هذه البوادر الخطيرة، فإن طلاقها متعين عليك والحمد لله، لتسلم من بقية الأضرار الناشئة من بقائها معك. نعم.